A rigid beam connects two blocks at bent joints about which there is free rotation. Block A has a downward velocity of 3.07 meter per second. A is gaining a speed of 1.26 meter per second squared, يعني the acceleration. You may assume the motions of the two blocks are perpendicular زي ما احنا شايفين. At the instant shown, what are the velocity, the acceleration of B with respect to the coordinate system indicated, يعني ال X وال Y. احنا شايفين ان ال X B تربيع مع ال Y A تربيع بيساوي لو ده L تربيع، ولو اشتقينا 2XB واشتقاق ال X بالنسبة للزمن يبقى XB دوت 2YA YA دوت يساوي صفر. الاتنين تروح مع الاتنين، إذن ال XB في ال VB يساوي كماجنتيود بقى، هيساوي ال YA في ال VA. طيب تعالوا نعوض كده، ال XB بيقول لي بخمسة، ال VB مجهولة ولا معلومة مجهولة، ال YA تلاتة وال VA 3.07. إذن ال VB عند اللحظة دي 3.07 في 0.6 اللي هي 1.842 متر بير ثانية. نكمل اشتقاق ال XB، أنا هشتق يبقى ال VB تبقى AB يساوي ال YA في ال AA 1.26 3 5. إذن ال AB عند اللحظة دي 1.26 في 0.6، بل حكمني اللي هو الطول الثابت مهما دول اتغيروا الطول فضل ثابت 0.756 متر بير سكند سكوير.